شوف هنا الطريقة والدخول داخل منطقة الجزاء وكيفاش جات العملية الهجومية مع إبعاد الخطورة. وهنا الحكم قال بأنه كاين ضربة جزاء تدخل ديال يوسف تراوري حق أيوب نناح. ضربة جزاء تنفذ والحارس هذا الطريقة جميلة غريبة ورحيم بك تمكن من إضافة الهدف الأول بعدما الحارس قام بتغطية للكرة. طريقة جيدة جدا على مستوى التأديل او على مستوى على الاقل تموضع، ثم بعد ذلك رحيمي كيكمل الكره ديالو وكيوضع الكره في الشباك. شوفوا هنا المحاوله تبعدات بعض الشيء امام الحارس، ومن بعد ذلك كتجي التتمه ديال الهدف عن طريق اللاعب رحيمي اللي كمل الكره ديالو وضع الكره في المرمى ولينا بذلك على الهدف بعدما الحارس قام بتغطية للكرة. طريقة جيدة جدا على مستوى التأديل ثم بعد ذلك رحيمي كيكمل الكرة ديالو وكيوضع الكرة في الشباك. شوفوا هنا المحاولة تبعدات بعض الشيء امام الحارس، ومن بعد ذلك كتجي التتمه ديال الهدف عن طريق اللاعب رحيمي اللي كمل الكره ديالو وضع الكره في المرمى ولينا بذلك على الهدف. اذا سفيان رحيمي يضع الكره في المرمى ولينا بذلك على الهدف الاول في هذه المباراه. شوفوا هنا المحاوله بناء العملية الهجومية. Oh!
على الاقل تموضع، ثم بعد ذلك رحيمي كيكمل الكره ديالو وكيوضع الكره في الشباك. شوفوا هنا المحاوله تبعدات بعض الشيء امام الحارس، ومن بعد ذلك كتجي التتمه ديال الهدف عن طريق اللاعب رحيمي اللي كمل الكره ديالو وضع الكره في المرمى، ولينا بذلك على الهدف. الهدف السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.